في خارج الصندوق فكر رائق إبداعه ملأ الدنا إبداعا ونعيد بالتفكير عقلا وعيا ونعطر الأذهان والأسماع. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم خارج الصندوق. كان هناك أحد الآباء كان يريد من ابنه الصغير، يريد منه أن يغرس حب الإحسان داخل قلبه. حاول يعني كان يعطيه بعض الأحاديث عن فضل الصدقة ويعني ورحمة المساكين، جاء مرة أعطاه 10 ريال، قال له خذ ريالين تصدق فيها. راح الولد بسرعة وشرب ريالين حلاوة. سأله الولد الأب يعني وين راحت الريالين؟ قال شريت بها حلاوة. كيف وين الصدقة وين؟ ولد طفل صغير ما يستوعب هذه الأمور، حاول فيه مرة ثانية لكن نفس الفكرة. فأتى الأب بفكرة إبداعية جميلة ورائعة، اتفق مع الولد، أعطاه 3 حصالات. الحصالة الأولى هي حصالة الإنفاق، الحصالة الثانية هي حصالة الادخار، ثم الحصالة الثالثة حصالة الإحسان. وكما ترون يعني حصالة الإحسان قد تكون يمكن 20% من حجم الحصالة الأخرى. وكان الاتفاق على الآتي، أنه لديه حصالة إنفاق يعني يأخذ منها لينفق، حصالة الادخار إذا أراد شراء شيء بعينه يعني يجمع بعد فترة، حصالة الإحسان هذه للصدقات. وكان اتفق مع ولده أنه ما يستطيع أن يأخذ من حصالة الإنفاق حتى تمتلئ حصالة الإحسان، إذا امتلأت حصالة الإحسان يستطيع أن يأخذ من حصالة الإنفاق يعني يشتري شيء ويأخذ اللي في حصالة الإحسان ويتصدق فيه. بدأ بهذه الفكرة الجميلة، ثم بعد فترة صار الولد يحرص على أن يملأ حصالة الإحسان عشان يستطيع أن يأخذ من حصالة الإنفاق. ثم بعد فترة أصبح يعني حب الإحسان هذا يسأل عن المساكين، عن الصدقة، عن فضل الصدقة. وأفلح هذا الأب يعني بهذه الفكرة الإبداعية الجميلة، انغرس حب الإحسان داخل قلب ولده بهذه الفكرة الإبداعية الرائعة والبسيطة في نفس الوقت. هناك مثل إنجليزي يقول: تستطيع أن تجبر الفرس على أن تذهب إلى النهر، لكنك لا تستطيع أبداً أن ترغمه على أن يشرب. فليتنا نعود أطفالنا على ما نريد بشكل جميل ولا نرغمهم إرغاماً فقد لا ينفع. دعونا لننتقل للفقرة الأخرى. نشير رأيا أو نحرك فكرة ونصوغ من هذا الحديث شعاع. تقريبا ممكن أنه يعني ممكن أخليه سم لبعض الحشرات أو شيء زي كذا، يعني هذا فائدة بسيطة أو استخدام ثاني غير ممكن استشارة أهل اختصاص، إما أنك ترمي في الزبالة أو ترجعه للصيدلي هو يستفيد منه بطريقة أفضل. إذا كان نصلح ننظف فيه مثلا الملابس ولا شيء ننظف فيه. والله حاليا في شركات دلوقتي بدأت تصنيع الدواء والحاجات دي، ممكن يستخدموه في غرضتين يعني. يعني رجع الشركة تستفيد منه ولا أرمي بالزبالة؟ الله يكرمكم. ونرتب الأفكار حتى نرتقي ونحوز بعد بياننا إمتاعا. أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين في فقرتكم مستشاركم الإبداعي ومستشارنا الإبداعي الدائم الدكتور عبد الله بهمام. حياك الله دكتور. حياكم الله. حياكم الله، اهلا ومرحبا بك. حياكم الله. حياكم. كيف نفكر بإبداع وما هي المهارة اللي نريد ان نتعلمها اليوم؟ مهارة نرى آثارها كثيرا، فخل بس نسلط الضوء عليها، وهي من السهولة في التطبيق الى درجة كبيرة. احتياجاتنا في الحياة مختلفة، يأتي شخص غاية ما يفعله أنه يدمج احتياجاته في بعضها البعض، دمج، أو أنها تكون مدموجة فيفكها. لماذا هذا إبداع أصلا؟ لأنني لما أعتاد أرى شيئا مدموجا لا أتخيل أنه ممكن أن يفك، ولما أعتاد أرى شيئا مفكوكا لا أتخيل أنني أرى أنه يدمج. وبمجرد ما تقوم بعملية الدمج أو بعملية الفك أنت أنتجت منتجا جديدا إبداعيا مختلفا كليا عن المنتج القديم. خليني أعطيك مثال واضح كلنا نشاهده. كان عندنا كاميرا، وكان عندنا جوال، وكان عندنا GPRS،
وكان عندنا هارد ديسك متنقل. جاءوا كله جمعوه قالوا هذا جوال الهواتف الذكية، جهاز حاسب آلي مصغر، هاتف جهاز حاسب آلي مصغر، هاتف جي بي آر إس، ما أدري، كل التقنيات جمعوها لك في قطعة واحدة. وهذا كل الاختراعات الحديثة تقوم على أنه كيف ممكن نصغرها ونقربها للناس. ادمج، بمجرد ما تدمج ترى المنتج جديد. لا يستطيع أحد أن يقول أن هذا الهاتف الذكي هذا كاميرا، أو حتى تجاوزا يسمونه جوال، لكنه في الحقيقة حتى لما سموه هاتف قالوا هاتف ذكي، يعني هاتف ما هو هاتف كالهواتف التي اعتدنا فيصبح ليس هاتفا ولا كاميرا ولا جي بي آر إس ولا ولا ولا. إيش هذا؟ هذا منتج جديد إبداعي مختلف عن السابق، هذا دمجنا. طيب الفك شيء طول عمرنا نراه مدموجا، اعتدنا أن نراه مدموجا، بمجرد ما تفكه ممكن تطلع شيء جديد. كان أحد الزملاء اقترح قال الراديو تكلفته رخيصة، قال هل ممكن نرخصها أكثر؟ كنت أقول ليش تريد ترخصها أكثر؟ قال أنا ودي نعطي كل شخص في الحج راديو خاص له بلغته يعلمه مناسك الحج. جميل. قلت له كيف سترخصه؟ قال خليه راديو اف ام بس. اعتدنا انه راديو في 10 قنوات وكانت تتنافس مصانع تصنيع الراديو في كميه الاجهزه. جاء قال لا نطلع راديو اف ام، وهذه الفكره اللي ظهر على ضوئها انه راديو صار في التلفزيون في كثير من الجوالات، من الجوالات ساصبح فيه الدمج والفك الابداعي. بمجرد ما تفك شيء يطلع كانه منتج جديد مختلف عن السابق، ومجرد ما تدمج طلع لك منتج جديد. والقضيه من البساطه الى درجه كبيره، انه بمجرد ما تدمج او تفك مباشره منتج جديد بفكره جديده بعالم جديد وفوائد وتطبيقات جديدة ومختلفة عن السابق. طيب هذا على مجال الاختراعات، لكن كيف ممكن نطبقها في الحياة اليومية؟ يعني شيء بسيط. إيش اللي تسويه؟ أنا عادتي مثلا يعني أفعل كذا وكذا وكذا. فكك الذي أو ادمج. يعني والله أنا عادتي يا أخي أحب أسوي رياضة وأحتاج وقت لأجلس مع عيالي، أحب أسوي رياضة وأحتاج أني أجلس مع عيالي أكثر، وأحتاج أني أسمع محاضرة في وقت ادمج. لماذا ما تجيب لك MP3 أو أي جهاز صوت وتسمع وأنت تسوي رياضة أنت وعيالك في مكان مناسب؟ أنت دمجت مجموعة أفكار في وقت واحد. هذا دمج في وقت واحد، ممكن تدمج في آلة واحدة. يعني أنت تدمج في آلة واحدة كل الاختراعات، كل الابتكارات يقوم في جزء منها على الأقل على أنه تمت عملية دمج أو تمت عملية فك. التحدي والقوة هنا أن يكون الدمج والفك بطريقة إبداعية، لأني بكل صراحة ممكن أجي أفك شيء عن شيء فأفكه ويطلع شيء ما لا هذا ينفع ولا هذا ينفع. يعني أنا أحتاج أن يكون الدمج والفك بطريقة إبداعية. شكرا لك يا دكتور، ونلقاك بإذن الله في الحلقة المقبلة. حياكم الله. أعزائي المشاهدين، ما رأيكم أن نبقى مع ملخص لأهم أفكار حديثنا لهذا اليوم؟ فابقوا معنا. نشير رأيا أو نحرك فكرة. الدمج والفك هي القدرة على دمج الأفكار والأشياء أو فكها عن بعضها. حين ندمج الأفكار أو الأشياء أو نفكها نكون قد أنتجنا شيئا جديدا وإبداعيا، وهنا تكمن قوة هذه المهارة. الأجهزة الإلكترونية الجديدة مثال واضح لقدرة الدمج والفك على إنتاج أفكار ومخترعات جديدة. يجب أن تكون عملية الدمج والفك تؤدي إلى نتيجة إبداعية، وإلا فما الفائدة من هذه المهارة؟ أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى. ما رأيكم أن نشاهد سويا هذا المقطع؟ نشير رأيا أو نحرك فكرة. أهلا بكم مرة أخرى. مقطع جميل ولطيف وفيه إبداع، وإن كان مضحك نوعا ما،
لكن إبداع محدود لم يوجهوا إبداعهم في شيء مفيد. أحد المخترعين استفاد من هذا المبدأ وهو شاب سعودي واخترع اختراع مضاد لانقلاب السيارة. تذكروا دائما أن كل شيء حولنا نستطيع أن نستفيد منه بإبداع. ونلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. في خارج الصندوق فكر رائق إبداعه ملأ الدنا إبداعا، ونعيد بالتفكير عقلا وعيا ونعطر الأذهان والأسماع.